النتائج اللي بكل صراحة نحن كجمعية مغربية نحن نؤكد كحركة حقوقية على إدانتنا لهذه الحوايج التي لا تمت بصلة إلى أخلاقية مهنة المحاماة وكذلك إلى المحاكمة العادلة والشروط ديالها. بالتالي بالنسبة لنا احنا نؤكد على استمرارنا في النضال في هذا الملف هذا، ونؤكد على أن هذه المحاولات كلها راهي محاولات من أجل النيل من الصبر ديالكم، ومن محاولة من أجل استفزازكم باش أنكم تديروا مجموعة ديال الحوايج. لهذا نؤكد على الجميع محاولة الانضباط ومحاولات كذلك ديال أنكم تشدوا الأعصاب ديالكم، لأن أطوار المحاكمة أكيد أنها ستستمر، وكونوا على يقين بأن بالنسبة لنا هذه المحاكمة السورية وكذلك هذه المتابعات لن تتني. مناضلي ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك الحركة الحقوقية بشكل عام من الاستمرار، لأننا اليوم هنا تنأديو الضريبة ديالاش الضريبة، لأننا كنا ندافع إلى جانب الفقهاء. اسمع يا زياد والمناضي لا يهان، اسمع يا زياد والمناضي لا يهان. نؤكد مرة أخرى ديال أن هذه المتابعة هي ضريبة لماذا؟ لأننا كنا إلى جانب الفقراء، كنا إلى جانب المظلومين، كنا إلى جانب المحرومين، كنا نقف إلى جانبهم، شيء طبيعي جدا ديال أن ندفع الضريبة. هذا الشيء نؤكد على أننا بالفعل لن يثنينا على مواصلة النضال من أجل إحقاق الحق، ومن أجل أن المظلوم ينتصر، ومن أجل أنه بالفعل تكون عندنا عدالة تستجيب لكافة المعايير. هذا هو النضال اللي مستمرين فيه لسنوات، وبالتالي نؤكد مرة أخرى إدانتنا لمجموعة من الممارسات اللامسؤولة التي مورست من داخل القاعة، ونؤكد استمرارنا. نضرب لكم موعدا أيها المواطنون أيها المواطنات، الجلسة الأولى غتكون نهار 20 في شهر 6، والجلسة الثانية غتكون نهار 27 في شهر 6. إذا موعدنا إلى ذاك الحد. مرة أخرى لا يفوتون أنني نشكر جميع المناضلين والمناضلات، جميع المواطنين والمواطنات، جميع الهيئات الحقوقية وكذلك المنابر الإعلامية وجمعيات المجتمع المدني. موت موت يا العدو، رد بيعدو شعبو، موت موت يا العدو، رد بيعدو شعبو.